السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الطلبة في مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان للصف الأول ثانوي، الدرس الثامن العلاقات الخارجية لمملكة البحرين، المقومات والإنجازات. لنتعرف أعزائنا الطلبة على أهداف الدرس الذي يتكون من ثلاث أهداف. الهدف الأول أن يحدد الطالب مبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين. الهدف الثاني أن يثمن الطالب الرؤية البحرينية في إدارة العلاقات الخارجية. الهدف الثالث أن يقدر الطالب جهود مملكة البحرين في إدارة علاقاتها الخارجية. أعزائنا الطلبة، لنتعرف على سمات النشاط الدبلوماسي الخارجي لمملكة البحرين، وهي أولاً الانفتاح، السمة الثانية التوازن، السمة الثالثة الشمول، السمة الرابعة والأخيرة البعد الإنساني. لنتعرف أعزائنا الطلبة على الدوائر التي تنشط فيها السياسة الخارجية لمملكة البحرين. أولاً الدائرة الخليجية، ثانياً الدائرة العربية، ثالثاً الدائرة الإسلامية، ورابعاً الدائرة الدولية. وبعد معرفة سمات النشاط الدبلوماسي الخارجي والدوائر التي تنشط فيها السياسة الخارجية لمملكة البحرين، أعزائنا الطلبة، لنتعرف أولاً على مقومات السياسة الخارجية لمملكة البحرين التي تتمثل في أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين. أول هدف للسياسة الخارجية لمملكة البحرين تأكيد سيادة مملكة البحرين واستقلالها ووحدة أراضيها على المستويات الإقليمية والعربية والدولية. الهدف الثاني صيانة مصالح البحرين الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها وحمايتها. الهدف الثالث تنمية وتقوية الروابط والعلاقات بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول والهيئات العربية والدولية والعمل على تعزيزها. الهدف الرابع تمثيل البحرين في المحافل الدولية والعربية ودعم القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، ومن هذه القضايا قضية فلسطين والقدس الشريف. وبعد التعرف على أهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين، لنتطرق إلى مبادئها. المبدأ الأول الثبات والوضوح، المبدأ الثاني احترام القوانين والأعراف الدولية، المبدأ الثالث التوازن في العلاقات مع دول العالم، المبدأ الرابع تقليب منطق الحوار والتفاوض والوسائل السلمية سبيلاً لفض الخلافات والنزاعات، المبدأ الخامس نصرة القضايا العادلة مثل قضية فلسطين والقدس الشريف، المبدأ السادس عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، المبدأ السابع المساهمة في كل عمل يخدم السلم والأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والمبدأ الأخير لمبادئ السياسة الخارجية
لمملكة البحرين هو انفتاحها وتضامنها مع محيطها الخليجي والعربي والإسلامي والدولي. ننتقل أعزائنا الطلبة ثانياً إلى الدوائر التي تنشط فيها السياسة الخارجية لمملكة البحرين، فنبدأ بالدائرة الأولى، الدائرة الخليجية. السمات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنتعرف عليها: اللغة، الدين، العادات والتقاليد، التاريخ المشترك، المصير المشترك، الأهداف والطموحات، التجانس الاجتماعي، التماثل الاقتصادي، التجاور الجغرافي. وبعد التعرف على السمات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لنتطرق إلى إسهامات مملكة البحرين في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تؤسس عام 1981 ميلادياً. تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتطويره وتحقيق أهدافه. مشاركة المملكة في جميع مؤتمرات القمة لمجلس التعاون. حث الدول الأعضاء على ضرورة تفعيل مجلس التعاون ليكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. دعم مسيرة التعاون بما يلبي الطموحات الشعبية. مساندة القضايا العادلة للدول الأعضاء. وأخيراً تحسين العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. ثانياً الدائرة العربية التي تتكون من العنصر الأول ثوابت السياسة الخارجية لمملكة البحرين على المستوى العربي. دعم مسيرة العمل العربي المشترك سياسياً واقتصادياً وأمنياً. تثمين الروابط بين دول الأمة العربية وشعوبها. الدفاع عن الحقوق العربية الثابتة. تأكيد نصرة القضايا العربية، ومن هذه القضايا القضية الفلسطينية واليمنية. المشاركة بفاعلية في اجتماعات جامعة الدول العربية ومؤتمراتها. تأييد مبادرة السلام العربية. الالتزام بجميع قرارات جامعة الدول العربية. الحرص على حضور كل اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية. العنصر الثاني في الدائرة العربية هو دور مملكة البحرين في نصرة القضايا العربية. دعم الجهود الرامية إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة لكل الخلافات، والدعوة إلى تحقيق السلام والتعايش السلمي بين الدول العربية. ولذلك ظلت السياسة الخارجية لمملكة البحرين تدفع باتجاه إيجاد حل عادل وشامل يرتكز على حق العودة للشعب الفلسطيني، تحرير الأراضي العربية المحتلة، تحقيق التسوية السلمية بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة،
الترحيب بمبادرات السلام العادلة، تأييد مبادرات السلام للوحدة الوطنية وتعزيزاً للجبهة الداخلية. أعزائنا الطلبة، لننتقل إلى الدائرة الثالثة وهي الدائرة الإسلامية. سمات النشاط الدبلوماسي لمملكة البحرين في الدائرة الإسلامية: التحرك الفاعل من خلال منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بالعمل على جمع وحدة الصف الإسلامي حول القضايا التي تشكل أولوية مثل القضية الفلسطينية، العمل على فتح آفاق جديدة مع الدول الإسلامية غير العربية بتوطيد العلاقات وفتح المجال للتعاون في مختلف المجالات، دعم منظمة التعاون الإسلامي وتقويتها. دعمت مملكة البحرين توجهات الهيئة الاستشارية العليا لتعبئة الموارد لصندوق الإسلامي للتنمية. دعمت المملكة كافة المنظمات والمؤسسات التابعة للمنظمة الأم وتساندها بالدعم المالي والمعنوي. أعزائنا الطلبة، لننتقل للدائرة الأخيرة وهي الدائرة الدولية: سياسة مملكة البحرين في التعاون الدولي. العنصر الأول: توطيد العلاقات مع الدول الكبرى، يتمثل في بناء علاقات صداقة قوية مع الدول الكبرى، ترجمة العلاقات التاريخية المتينة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون اقتصادي وعسكري مثمر، والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، تطوير العلاقات مع العديد من الدول الغربية وعلى رأسها المملكة المتحدة والصين وروسيا واليابان. العنصر الثاني: دور ريادي في إطار المنظمات الدولية. انضمت مملكة البحرين إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971. التزمت المملكة بميثاق المنظمة والأجهزة التابعة لها. وقعت المملكة على غالبية الاتفاقيات الصادرة عنها. أسهمت المملكة في أجهزة المنظمة ودعمت نشاطاتها. العنصر الثالث في الدائرة الدولية: تكريس السلم والأمن. تعد مملكة البحرين رمزاً للتعايش الأمثل والسلام الدائم مع جيرانها ومحيطها الإقليمي والدولي نتيجة نهجها سياسة سلمية حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، احترام منجزات شعوب العالم وتقديرها، رفضها تسوية النزاعات عن طريق القوة. والعنصر الأخير في الدائرة الدولية: تشجيع الحوار بين الحضارات. تعد مملكة البحرين نموذجاً للتعايش والتسامح لجميع الديانات والطوائف، إذ سارعت في تفعيل دعوة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. استضافت المملكة على مدى 3 أيام الدورة 10 لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي. نظمت المملكة منتدى حوار الحضارات. أبدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استعداد مملكة البحرين لاستضافة الأمانة العامة لحوار الأديان والثقافات. ثانياً، أعزائنا الطلبة،
إنجازات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن، المساهمة الفاعلة في تحقيق الشراكة العالمية للتنمية وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول العالم، تعدد الزيارات الناجحة لمختلف دول العالم، استقبال العديد من قادة الدول وأعضائها ومسؤوليها رفيعي المستوى، استضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية. وبعد الانتهاء من أهم عناصر الدرس الثامن، نتطرق إلى نشاط تقويمي. أيها الطالب، ضع علامة صح في العمود المناسب. العبارات: العبارة الأولى: يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. هل من أهداف السياسة الخارجية أم سمات النشاط الدبلوماسي أم الدوائر، الدائرة الخليجية أو العربية أو الإسلامية أو الدولية؟ أما مبادئ السياسة الخارجية أم إنجازات السياسة الخارجية؟ العبارة الثانية: تمثيل البحرين في المحافل الدولية. العبارة الثالثة: المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن. العبارة الرابعة: العمل على فتح آفاق جديدة مع الدول الإسلامية غير العربية. العبارة الخامسة: الالتزام بجميع قرارات الدول العربية. سادساً: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. نتابع أيضاً النشاط التقويمي. العبارة السابعة: تعمل مملكة البحرين على نجدة وإيقاثة وتخفيف معاناة الناس في مناطق الصراعات والحروب. العبارة الثامنة: تدعم مملكة البحرين القضية الفلسطينية. العبارة التاسعة: الثبات والوضوح. العبارة العاشرة: مشاركة المملكة في جميع مؤتمرات القمة لمجلس التعاون. العبارة الحادي عشر: توطيد العلاقات مع الدول الكبرى. والعبارة الأخيرة: استضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية. ملاحظة أعزائنا الطلبة، بعض العبارات تحتمل أكثر من إجابة واحدة. الإجابة على النشاط التقويمي: العبارة الأولى: يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، هي من سمات النشاط الدبلوماسي. العبارة الثانية: تمثيل البحرين في المحافل الدولية، هي من أهداف السياسة الخارجية. العبارة الثالثة: المساهمة في حل النزاعات المسلحة وتعزيز السلم والأمن، هي من إنجازات السياسة الخارجية. العبارة الرابعة: العمل على فتح آفاق جديدة مع الدول الإسلامية غير العربية، هي
من الدائرة الإسلامية. العبارة الخامسة: الالتزام بجميع قرارات الدول العربية، هي من الدائرة العربية. العبارة السادسة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، هي من مبادئ السياسة الخارجية. نتابع أجوبة النشاط التقويمي. العبارة السابعة: تعمل مملكة البحرين على نجدة وإيقاف وتخفيف معاناة الناس في مناطق الصراعات والحروب، هي من سمات النشاط الدبلوماسي. العبارة الثامنة: تدعم مملكة البحرين القضية الفلسطينية، هي من أهداف السياسة الخارجية وأيضاً الدائرة العربية. العبارة التاسعة: الثبات والوضوح، هي من مبادئ السياسة الخارجية. العبارة العاشرة: مشاركة المملكة في جميع مؤتمرات القمة لمجلس التعاون، هي من الدائرة الخليجية. العبارة الحادي عشر: توطيد العلاقات مع الدول الكبرى، هي من الدائرة الدولية. وأخيراً، استضافة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية، هي من إنجازات السياسة الخارجية. أعزائنا الطلبة، تم الانتهاء من الدرس الثامن: السياسة الخارجية لمملكة البحرين. شكراً على حسن المتابعة.